السلام عليكم أبنائي وبناتي طالب الطلبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة وتكملة لباب الاتزان الكيميائي. اليوم بنكمل ونتكلم عن العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل، العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل. قال لي هون عندي لو بتكلم على سرعة التفاعل بصفة عامة يبقى عندي ست عوامل. العامل الأول هو طبيعة المواد المتفاعلة، الثاني تركيز المواد المتفاعلة، الثالث درجة الحرارة، الرابع الضغط، الخامس العوامل الحفازة، السادس الضوء. يبقى طبيعة المواد المتفاعلة، تركيز المواد المتفاعلة، درجة الحرارة، الضوء، والعامل الحفاز. وادي عندنا المخطط والخريطة توضح العوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي. قال لي طيب في تفاعل مستر تفاعل انعكاسي، هل نفس العوامل تؤثر؟ قال لك لا، بعضها بس اللي بيأثر على التفاعل الانعكاسي. يبقى لو عندك العوامل المؤثرة في التفاعل المتزن او التفاعل الانعكاسي هتلاحظ عندك هما تركيز المواد المتفاعلة، درجة الحرارة، واخيرا الضغط. يبقى اذا بالتالي ثلاثة بس هما المؤثرين عندنا في هذا التفاعل الانعكاسي او التفاعل المتزن. يبقى لو سألنا سؤال العوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي يبقى الستة، على التفاعل الانعكاسي او التفاعل المتزن يبقى عندي بس هما الثلاثة دول. قال طيب هنتكلم على طبيعة المواد المتفاعلة، أول عامل طبيعة المواد المتفاعلة. إيه طبيعة المواد المتفاعلة ديت؟ قال لي واحد هنتكلم تنقسم قسمين، نوع الترابط في المواد المتفاعلة، نوع الترابط هل هي رابطة أيونية ولا رابطة تصامية؟ الرابطة الأيونية يا ولاد لو أحسه كده لما تفكك مركب إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة عليه شحنة، والشحنة دي مخلياه عايز يخلص منها عشان يستقر فيرتبط مع آخر، فيرتبط مع إيه؟ آخر، فيتكون رابطة أيونية. فيقول لك علل ليه المركبات الأيونية تفاعلاتها سريعة او لحظيه، او اللي عشان خاطر التفاعل بيتم بالايونات. طب في تفاعلات ثانيه بتكون بطيئه زي مين؟ تفاعل مركبات التصاميه. قال لي ليه؟ لان التفاعل بيتم بين الجزيئات. مثال مثلا في الحياه بتاعتنا، لو انا عندي ساكن في شقه والبيت اللي انا ساكن فيها قايل للسقوط فبدور على شقه ثانيه، هختار اي شقه وخلاص عشان اسكن وابعد عن شبح ان انا البيت يقع عليا؟ اكيد ده زي المركب الايوني كده. التصاميه انا عندي شقه بس بدور على شقه اوسع احسن في مكان ارقى، فبالتالي ما دام بدور على المكان ده فمش مستعجل لان انا قاعد في مكان امن. فذلك نفس الكلام المركب الايوني عليه شحنه بكهرباء عايز يخلص منها فيتفاعل بسرعه. فيقول لك معلل المركب الايوني تفاعلاته سريعه لانه التفاعل بيتم بين الايونات. طب التفاعل هو المركب التصامي تفاعله بطيء، او خدنا في الكيمياء العضويه، الكيمياء العضويه مركباتها بطيئه. ليه يا مستر؟ قال لك لان التفاعل بيتم بين الجزيئات، بيتم بين ايه؟ الجزيئات. تاني حاجة عندنا اللي هي مساحة السطح، مساحة السطح. مساحة السطح دي جت عنها سؤال 2016، قال لهم اشرح تجربة توضح تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل. أقول له خلاص هنجيب قطعتين من الخرسين أو المغنيسيوم. يبقى هجيب قطعتين من الخرسين. القطعتين دول واحدة هخليها قطعة سليمة والتانية هخليها مسحوق بودرة أفتتها. وأجيب كاسين كلاهما فيهم حمض هيدروكليك مخفف. هضع كل منهما في كاس. المشاهده لاحظت ايه؟ ان الانبوبه اللي فيها المسحوق الخرسين التفاعل سريع جدا جدا جدا، التفاعل سريع ايه؟ جدا، والفقاعات الغاز متصاعده بشكل جامد، اما اللي فيها قطعه واحده فالتفاعل بطيء. يبقى استنتج كده ان سرعه التفاعل تزداد كلما زادت مساحه سطح المعرض للتفاعل. بيجي عليها اسئله عالية كتير جدا. منها سؤال جه السنه اللي قبل اللي فاتت قال لهم ايه؟ سنه 2016 قال لهم ايه؟ أجرى الطالبة تجربتين، وضعت قطعة مغنيسيوم في إناء به حمض هيدروكلوريك، فتم التفاعل واستهلاك قطعة المغنيسيوم خلال 3 دقائق ونص، ثم أجرى التجربة مرة أخرى فتم استهلاك المغنيسيوم خلال 2 دقيقة. السؤال قال لهم يبقى ما الذي قامت به الطالبة لجعل التفاعل يتم بشكل أسرع؟ في كذا سبب، من أهمهم إن هي قامت بتفتيت قطعة المغنيسيوم إلى قطع صغيرة أي زودت مساحة السطح. ده سؤال جه 2016. جه بعد كده عندنا يقول لي طيب علل بقى ليه بستخدم نيكل مجزأ؟ ليه بستخدم مسحوق بالمادة ديت؟ كل الكلام ده أي حاجة في هذا الموضوع إجابته واحدة، بسبب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. طيب عندنا بعد كده العامل الثاني اللي هو تركيز المواد المتفاعلة، تركيز المواد المتفاعلة. بيقول لي كلما زاد التركيز زاد سرعه التفاعل، كلما زاد التركيز زاد سرعه ايه؟ التفاعل. في نظريه اسمها نظريه التصادم. بتقول النظريه دي عندما تتصادم جزيئات فانها تتفاعل. يبقى يحدث تفاعل عندما تتصادم الجزيئات مع بعضها. طيب
لما زود عدد جزيئات يبقى اكيد فرص الصدوم بتزيد، وما دام فرص الصدوم بتزيد يبقى سرعه تفاعلها تزيد. عالمين نرويجيان، واحد اسمه جولدبرج والتاني اسمه فاج، يجي يسال في الامتحان لك اذكر جهود العلماء ويجيب لي اسم عالم العلماء وليكن مثلا جولدبرج وفاج. ماذا وضعوا؟ وضعوا قانون سموه قانون فعل الكتله. بينص عليه القانون دوت، بيقول عند ثبوت درجه الحراره، عند ثبوت درجه الحراره تتناسب سرعه التفاعل الكيميائي، تتناسب سرعه التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعله. تتناسب سرعه التفاعل تناسب طردي مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعله، كل مرفوع لاس يساوي عدد جزيئات او الايونات في المعادله الموزونه. طبعا الكلام ده عشان نفهمه هنحتاج نعمل تجربه. فجاءوا عملوا تجربه، جت في امتحان 2015، قال لهم ايه؟ اشرح نشاط يوضح قانون فعل كتلة، او صيغه اخرى ليه، اشرح نشاط يوضح تاثير التركيز على معدل التفاعل. وده اللي جه فعلا 2016، قال لهم اشرح نشاط يوضح تاثير التركيز على معدل التفاعل. التجربه المشهوره عندنا اللي هي بنجيب كلوريد الحديد 3 لونه اصفر باهت، اللي هو ده FeCl3 لونه اصفر باهت. هذا المركب هحط عليه مركب اسمه سايوسيانات امونيوم عديم اللون NH4SCN. لاحظنا ايه؟ اول ما وضعت سايوسيانات الامونيوم على كلوريد حديد 3 تكون لون احمر دموي من سايوسيانات حديد 3. وده اللي يا اولاد بيستخدموه في الافلام، لما واحد مثلا بيضرب واحد بالسكينه في الافلام دي كده ينزل دم، بتبقى الماده اللي هي سايوسيانات حديد 3. قال لي طيب، يبقى انا لما حطيت قليل من سايوسيانات امونيوم على كلوريد حديد 3 تكون لون احمر ايه؟ دموي. طيب ايه اللي يحصل بقى لو زودت كميه كلوريد حديد 3؟ قال لي اللون الاحمر الدموي هيزداد. طب ايه اللي يحصل لو زودت كلوريد امونيوم اللي في الجهه الاخرى؟ لقيت اللون الاحمر الدموي بيقل. فقال لك يبقى خلاص ما دام العمليه كده، يبقى استنتج ان عند ثبوت درجه الحراره تتناسب سرعه التفاعل تناسبا طرديا مع حاصل ضرب التركيزات الجزيئيه للمواد المتفاعله. السؤال ده جه السنه اللي فاتت 2017 بشكل اخر. قال لهم عايز اميز بين سايوسيانات امونيوم خلاص كده وهيدروكسيد امونيوم. فممكن استخدم كلوريد حديد 3 مع سايوسيانات امونيوم ادى احمر لون احمر ايه؟ دموي. دي تجربه، وجه السؤال ده السنه اللي فاتت 2017. طيب ثابت الالتزام بدلاله التركيز. طبعا في استنتاج قانون فعل كتله، ده ان شاء الله هنخلي الاستنتاجات ليها حصه هنعمل فيها كل الاستنتاجات مع بعض، بس على السبوره ان شاء الله هنشرح الكلام ده بشكل اكثر تفاعليا. هنستنتج من القانون بتاع فعل الكتله ان كي سي اللي هو ثابت الالتزام بيساوي النسبه بين ثابت معدل التفاعل الطردي وثابت معدل التفاعل العكسي، ودي هنستنتجها ان شاء الله في مره قادمه ان شاء الله. طب ايه الملاحظات بقى على القانون؟ قال لك لما تيجي تكتب ثابت الاتزان لابد تراعي ان الماء السائل، مش الماء الغاز اللي هو البخار، الماء السائل او الماده الصلبه او الراسب ما تحطهمش في القانون بتاعك. لما تيجي تحل مساله اوعى تحطهم. وطبعا جت مساله 2017 على هذا الجزء وحط لهم ماء سائل وطلبه كتير غلطت وحطت الكلام ده في المساله، فخلي بالي لان جت السنه اللي فاتت واحنا بنصحح لقينا اخطاء كتيره طلبه مش واخدين بالهم ان الماء السائل لا يكتب في القانون. بنشوف مساله كمان شويه. طيب برضو لما تساوي معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي خلاص نوصل لحاله الاتزان، ممكن نقول ان كي سي بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طب السؤال جه علل قبل كده من كام سنه؟ قال لهم ايه؟ علل لا يكتب تركيز الماء او الماده الصلبه او الرواسب عند حساب ثابت الاتزان. اقول له لان تركيزها ثابت، تركيزها ايه؟ ثابت. طب الميه خلي بالي منها عشان جت في الامتحان السنه اللي فاتت، فعشان كده باكد عليها النهارده كمان. لو جاب لي الميه ما حددتش الحاله بتاعتها، يعني ما كتبتش تحتيها الحاله الفيزيائيه، اكتبها. طب لو هو حددها لي اقول له حددها لك ايه؟ جي تحتيها يعني غاز تكتبها. اي كيو يعني محلول، ال يعني سائل ما تكتبهاش. زي المثال اللي هنشوفه كمان شويه. ايه الملاحظات الثانيه؟ قال لك لما تيجي تحسب كي سي ثابت الاتزان دوت طلعت الناتج بتاعه اقل من واحد، يبقى يا ترى التفاعل الطردي اللي ماشي ولا التفاعل العكسي اللي ماشي؟ قال لي مثال عندنا كلوريد الفضه اي جي سي ال بيتفك لايونات فضه وايونات كلوريد. كي سي بتاعته كام؟ 1.7 × 10^10. الرقم ده اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ قال لي اقل من واحد، 10^10. قال لي في الحاله ديت لما يكون ده اقل من 1.7، قال لك كل اقل من واحد يبقى التفاعل العكسي هو السائد. يبقى لو سالني سؤال لو القيمه العاديه لثابت الاتزان اقل من واحد اقول له التفاعل العكسي هو ايه؟ السائد. نفس الكلام بقى برضو القيمه العاديه
لو كان قيمته اكبر من واحد يبقى ارتفاع الطرد هو اللي ايه؟ اللي سائد. في عالم اسمه لو شاتيليه، عالم اسمه لو شاتيليه مهم جدا، وضع قاعده بتقول تاثير ان اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثره على التفاعل متزن فان التفاعل يسير في الاتجاه الذي يلغي او يقلل او تاثير هذا المؤثر. يعني اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثره على التفاعل في حاله اتزان زي الضغط او التركيز او الحراره فان النظام ينشط في الاتجاه الذي يلغي او يقلل هذا المؤثر. هناخد الكلام ده بالتفصيل في اخر الوحده برضه ان شاء الله هنتكلم عنه وبعض المسائل عنه، طبعا في سؤال بيجي عنها كل سنه في امتحان الثانويه العامه. اخيرا هناخد بس مساله، السؤال بيجي ازاي؟ قام جايب لي معادله زي كده زي ما انتم شايفين كده ويقول لي اكتب القانون، اكتب ايه؟ قانون ثابت الاتزان، عايز كي سي. امسك الاولاني سي او تحت حرف ايه؟ اس، يبقى ده ماده صلبه. يبقى ده اكس مش معانا. اتش تي اتش 2 يعني غاز معانا. سي او اس صلب مش معانا. اتش 2 جي برضه غاز معانا. يبقى اللي معانا في القانون لما اجي استخدم الغاز فقط، اما الصلب ده مش معايا. نتيجه لذلك كي سي بتساوي تركيز النواتج اللي هو ده على تركيز المتفاعلات اللي هو ده، يبقى تركيز H2O على تركيز H2. اخر مساله عندي دلوقتي اللي هي تفاعل رابع اكسيد النيتروجين بيدينا ثاني اكسيد النيتروجين او فوق اكسيد النيتروجين. لاحظ الحاله الفيزيائيه اهم حاجه عندي، هنا غاز وهنا غاز، يبقى شغال معايا في الحسابات. يبقى كي سي بيساوي تركيز النواتج NO2 اس 2، دايما خلي ده اس 2 على تركيز N2O4، طبعا مفيش رقم هنا يبقى مفيش اي اس. هو مديني قيمه NO2 برقم احطه اس 2 والتاني بنزله زي ما هو، اضرب الاثنين مع بعض. الاحظ القوس دوت المستطيل دوت بيسموه التركيز، بيسموه ايه؟ تركيز. وده هناخده ان شاء الله لما نيجي نستنتج القانون. ولو انا ننتهي اولادي وبنات طلبه الصلوات صف الثالث ثانوي، ونشكركم على حسن سماعكم ونلتقي قريبا ان شاء الله.